السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلابنا الحلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا الآنسة عائشة ممس، حكون معكم اليوم بدرس حلو كتير ومفيد كتير ومهم كتير بدروسنا حياة بلقيسي. يلا نشوف مع بعض شو هذا الدرس. görüşlerim değerlidir. görüşlerim يعني آرائي، değerli يعني قيمة، değerlidir تكون قيمة أو مهمة. نحن بشكل عام بمجتمعنا لما بنعطي رأينا بأي موضوع أو لما بنعبر عن رأينا، أحيانا بيحكوا لنا الناس التانيين أنت مين أخذ رأيك؟ وهذا الشيء طبعا كتير غلط، وما لازم نسمح إنه حدا يتصرفوا معنا، لأنه نحن آرائنا كتير مهمة. طبعا لما نطرح آرائنا بذوق ولطف، مو نحشر حالنا بكل قصة، لا، لما بيكون الموضوع بخصني لازم أعطي رأيي بكل ذوق واحترام. أول شيء يتساءل مصوح düşünelim، خلونا نفكر. شو رح يفكر؟ صنفنızla ilgili kararları nasıl alıyorsunuz؟ söyleyiniz. عم يتساءل احكولي كيف بتاخدوا القرارات، قرارات يعني قرارات المتعلقة بصفكم. يعني لما بيكون في عندكم موضوع مشترك، طبعا مو موضوع شخصي، موضوع مشترك بخص الكل، لنفترض انه حفلة او نشاط او فعالية او اي شيء بخص الصف، كيف بتاخذوا هذا القرار؟ على اي اساس بتقرروا؟ اكيد بشكل جماعي، يعني اكيب اولارك، نقول اكيب اولارك، او فينا نقول برابر اليورز، ناخده مع بعض. انجليلم يعني انتبهوا او لاحظوا. aşağıdaki metni okuyunuz. اقرأوا النص الذي في الأسفل. çocukların karar alma süreçlerine nasıl katıldıklarını söyleyiniz. واحكوا لنا كيف شاركتوا أو اشتركتوا بعملية أخذ القرار لهدول الأطفال. يعني مثل ما شايفين بهي الصورة، ظهر عندهم حفلة لأنه حاطين أعلام ومكتوب هون لافتة عليها جمهورية بايراما، عيد الجمهورية. فمثل ما واضح إنه هدول عم بيخططوا الحفلة وعم يتقاسموا العمل بيناتهم، وكل واحد بيعطي قرار وبالنهاية بياخدوا قرار واحد بخص هاي الحفلة. مطلوب منا نحنا نحكي رأينا كيف بنشارك بهيك حفلات. öğretmenimiz elinde bayrak ve süslerle sınıfa geldi. اجت معلمتنا وبإيدها elinde bayrak. bayrak يعني علم، هدول نسميهم بايرك. سوسلار يعني زينة، هدول نجمات أو هدول نسميهم سوسلار يعني زينة. çocuklar Cumhuriyet Bayramı için sınıfımızda nasıl bir etkinlik yapalım؟ عم تسألون يا أطفال بمناسبة جمهوريات بايراما، عيد الجمهورية، كيف ممكن نعمل نشاط؟ طبعا هن بيحتفلوا بعيد الجمهورية بكل 29 أكيم، يعني طقوس أكيم، بيحتفلوا بعيد الجمهورية وبيعملوا حفلة صغيرة بالصف. دادي قالت المعلمة يعني أرزو أرتمنم شيرلر يزب بانويو سليلم، عم تقول معلمتي نكتب أشعار ومنزين البانو. بانو يعني هي هي لوحة الحائط، هاي بالعادة بيكتبوا بقلبها أشياء بتخص الصف كله. إلهان عم يعطي رأيه كمان، صنف المزا بايركلار أصلم، عم بيقول كمان فكرة كتير حلوة إنه منعلق أصلم، يعني دعونا نعلق بايركلار أعلام في الصف. كمان جيران عم يعطي رأيه. كرو ألوشترلم هي عبارة عن مجموعة بيغنوا فيها أغاني وطنية. بايرامدا مارشلار سويليلم، مارشلار هي عبارة عن الأناشيد الوطنية مثل كوركما سونماز بوطن، هذول أنتو بتعرفوهم بالمدرسة، بيغنون بيعلموكن إياهم. كمان جيران عطى رأيه. önerilerimizi birer birer söyledik، حكينا آرائنا واحد واحد. önerilerimiz يعني اقتراحاتنا أو آرائنا. öğretmenimiz oylama yaptı، شو يعني oylama yaptı؟ يعني oylama تصويت، عملت تصويت. طيب إذا الكل عم يعطي رأيه تمام بموضوع معين، كل واحد منا أعطى رأيه، يا ترى هاي الأنسة على أي أساس
راح تشتغل، راح تنظم للحفلة. طبعا لازم تاخذ قرار واحد ويشتغلوا على اساسه كل الصف، فلذلك تعمل تصويت. بهذا التصويت الكل بيحكي رأيه، وكل واحد فينا بيختار اي رأي اكتر شي عجبه. نفترض رأي جيران انا عجبني كتير، بدي اقول انه انا بصوت لجيران، فبالتالي اذا انا ورفيقي 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 كلياتنا صوتنا لجيران، وعدد اقل مثلا صوت لإلهان، فبالتالي بناخذ نحنا برأي جيران. هاي هي الأولما يعني التصويت. ان توك قبول اديلان فكر لرابرة بلان لما يبطق. ان توك قبول اديلان يعني اكتر شي مقبول، فكر لار الافكار المقبولة اكتر شي، يعني اللي صوتنا لأكتر شي بلان لما تخطيط يبطق، عملنا تخطيط على اساس الافكار المقبولة اكتر شي. قرار لشتردوموز اتكن ديكلاري الفعاليات التي تشاركنا في القرار لها. قرار لشتردوموز يعني اللي تشاركنا قراره. اتكن ديكلار يعني الفعاليات. ايش بيرلي اتشند ضمن تعاون. ايش بيرلي يعني تعاون او تضامن، يعني كلنا مع بعض، مو كل واحد بيشتغل لحاله. ياب مايا باشلادك، ياب مايا باشلادك، وبدانا بالعمل في تعاون لهي الفعاليات التي قررناها. هلا رح يحكي لنا نصوح الحكيم شو هي المعلومات والملاحظات يلي لازم نتعلمها من هذا الدرس. صنف مزلا ilgili konularda kararları arkadaşlarımızla birlikte almalıyız. يعني في المواضيع konular المتعلقة ilgili صنفımızla بصفنا. في المواضيع المتعلقة في صفنا قرارları القرارات arkadaşlarımızla birlikte مع أصدقائنا almalıyız يجب أن نأخذها، لازم نأخذها مع أصدقائنا. هاي أول نقطة، يعني أي قرار بخص الصف سواء كان فعالية أو نشاط أو حفلة أو أي موضوع بخص صفنا لازم أخذ هذا القرار مع أصدقائي، مو أخذه لحالي لأني أنا موجود ضمن صف. قرار alırken hepimiz fikrimizi söylemeliyiz. يعني لما بنكون عم ناخذ قرار hepimiz كلنا fikrimizi söylemeliyiz لازم نحكي أفكارنا. يعني هون لازم نحنا نعبر عن أفكارنا، لازم نوثق برأينا، يعني نحنا موجودين بالصف، فيعني إلنا الحق إنه نعبر عن أفكارنا. مو يعني إذا حكى رفيقي رأيه أو رفيقتي رأيها أنا ما لازم أحكي رأيي أو أحكي رأيي مثل رأي رفيقي، لا، أنا إلي رأي خاص فيني وإلي نظرة خاصة فيني، فلازم أعبر عن رأيي. farklı fikirleri olan arkadaşlarımıza karşı saygılı olmalıyız. لازم نكون saygılı olmalıyız محترمين مقابل آراء أصدقائنا يلي إلهم آراء مختلفة. يعني احتمال كبير رفقاتي يكون عندهم آراء مختلفة، ممكن ما تكون تشبه قراراتي أو أفكاري، فضروري مني إني احترمها، لازم إني احترمها لهي القرارات أو هاي الأفكار، مو أتمسك برأيي أنا ولأ ورأيي الصح وكلكم غلط ورأيي الأصح ورأيي الأحلى ورأيي الأحسن، لا أبدا. لازم أقول إنه كمان رفيقي مختلف عني له رأي كمان ووجهة نظر تانية، فبحترم وجهة نظره وقراره. صنف etkinliklerinde arkadaşlarımızla birlikte çalışmalıyız. انتبهوا لي على هاي الفكرة كمان، يعني بفعاليات الصف لازم نشتغل çalışmalıyız، لازم نشتغل مع بعض مع أصدقائنا، مو يعني باخد أوراقي وزينتي وأعلامي واشتغل لحالي، لا، لازم نشتغل مع هذا الفريق، تمام؟ لازم كلنا نشتغل ونكون إيد واحدة لحتى يطلع شغل كتير حلو وكتير مرتب. görev paylaşımı yaparken adaletli olmalıyız. görev paylaşımı يعني مشاركة المهام أو التقاسم في المهام. يعني لما بنكون عم نحضر لشي حفلة ممكن واحد رح يقص، واحد رح يلون، واحد رح يعلق، فكل واحد لازم ياخد مهمة أو وظيفة، مو واحد ياخد كل المهام والتانيين يقعدوا صف أولو، لا، كلياتنا لازم يكون عنا مهام ووظائف ونشارك فيها وما ننتظر غيرنا يعمل كل شيء، نحن لازم نكون كمان فعالين. katıldığımız bütün etkinliklerde verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.
يعني بكل الفعاليات اللي بنشترك فيها very languages. المهم المعطاة لنا أن يجي شكل ده بأحسن صورة. يعني نيجاتير مليز لازم نعمله بأحسن صورة. شو يعني هون؟ يعني الإخلاص. مو إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؟ طبعا يعني إذا نحنا كلفنا بمهمة أو وظيفة لازم نعملها بأحسن شكل، مو كيف ما كان بس المهم لون أو المهم قص، لا لازم يطلع من تحت إيدي شغل كتير حلو، لأنه عملي أنا وإخلاصي بهذا العمل بيأثر على الشكل الكلي للنشاط اللي عم نقوم فيه. Arkadaşlar المزلة birlikte karar alırken لما منكون عم ناخد قرار مع أصدقائنا نزاكت ifadelerini kullanmayı unutmamalıyız. Nezaket ifadeleri yani عبارات اللطف والذوق. Kullanmayı unutmamalıyız. ما لازم ننسى نستخدم عبارات اللطف أو الاحترام لما منكون عم ناخد قرار مع أصدقائنا. يعني بكون لبق ومحترم بطلب من رفقاتي بأسلوب حلو مثل عبارات لطفاً yapabilir misiniz ya da dinleyebilir misiniz alır mısınız. هدول العبارات بستخدمها مع أصدقائي حتى يكون العمل أحلى وفي جو من الاحترام المتبادل. sorun yaşadığımız konularda في المواضيع اللي منعيش مشاكل فيها، يعني ممكن ببعض المواضيع نختلف مو نتفق نحن ورفقاتنا، مثلا أنا بحب لون بالأحمر رفيقي بحب لون بالأخضر، فبهي المواقف شو لازم نعمل؟ kırıcı olmadan من دون ما نكون جارحين. kırıcı يعني جارحين أو نزعل غيرنا. ben sana katılmıyorum demeliyiz. فيني أقول أنا ما بشترك معك أو أنا ماني موافقك بالرأي. ben sana katılmıyorum يعني أنا ماني موافقك بالرأي أو أنا ما بشترك معك. يعني إذا أنا بحب هذا العمل يكون بطريقة ورفيقي بحبه يكون بطريقة تانية، فما لازم أقول له لأ أنت خطأ وأنا صح ولازم أشتغل أنا مثل ما بدي ومثل ما بحب، لأ أبدا، لازم نقول ben sana katılmıyorum. بو قدر. ورفيقنا كمان بالمقابل ما لازم يزعل، لازم يتقبل رأينا، نتفق على رأي واحد وبيرضي الجميع. وفي عنا طبعا أمثلة تانية بالكتاب بتمنى تقرأوها وتطلعوا عليها وتشوفوا قديش حلوة وتستفادوا منها. وهي الأمثلة كلها بنقدر نطبقها نحنا بحياتنا اليومية مع أصدقائنا بالصف وأثناء عمل الفعاليات والأنشطة والحفلات. بدي تحسوا دائما أنه قراركم مهم ولازم تعبروا عن رأيكم، بس طبعا بذوق واحترام ولباقة، وبنفس الوقت تحترموا آراء الناس التانيين وما نكون جارحين معهم لما نرفض فكرتهم، لا بكل ذوق ولباقة. أشوفكم إن شاء الله بالدرس القادم واشتكلن.